مؤهله طبعا لكاس العالم في العام قبل الماضي، في العام بعد القادم باذن الله في البرازيل في عام 2014. تحضير على اليمين لصالح منتخب مالي ناحيه اللاعب جاكيتي، توصل منتخب بوتسوانا، اللمسه من على طول اللاعب نيجلي، هجمه ولكن لمسه مره ثانيه توصل على اليمين جاكيتي، الكره بتروح في نص الملعب، لمسه على طول راسيه من موسى اهلي، متابعه من اللاعب نيجلي رقم 19، لمسه لكن توصل لمنتخب على طول بوتسوانا، محاوله سريعه خطيره على الطرف اليمين جميله جدا ناحيه اللاعب تشيليتسو، العرضيه احلى جول جول، الهدف الاول، الهدف الاول لمنتخب بوتسوانا، مفاجاه كبيره جدا، غريبه جدا، عجيبه جدا جدا، الهجمه حلوه، الهجمه سريعه، الهجمه رائعه، الهجمه منظمه، ادي الهجمه السريعه، ادي التحرك الطولي، عملوا هجمه خطيره جدا ولعبوا عرضيه حلوه ومتابعه جميله جدا من اللاعب نجليه، يحطها جميله جامده قويه بالقدم اليسرى، حلوه 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 على شمال الحارس المالي عمر سوسوكو، عشان منتخب بوتسوانا يعمل مفاجاه كبيره وكبيره جدا، يتقدم على منتخب مالي بهدف واحد مقابل لا شيء بقدم اللاعب النجلي.